ايه هي الاصابات اللي ممكن تحصل في السن الصغير؟ نقول ماشي. مثلا من سن ال 20 اللي هو سن الشباب، من 20 ل 40 معاك سنه. الاصابه الاولى اللي هي دي كده انواع الاصابات او تمام اشكال الاصابات اللي ممكن تحصل للكتف على مختلف المراحل العمريه، بدايه من الشباب لحد السن الكبير شويه. تمام كويس. اول اصابه ممكن تحصل في السن الصغير هي الخلع المتكرر، الخلع المتكرر المتكرر للكتف. للكتف، ودي طبعا بتحصل في الشباب، إصابة عن طريق حركة غلط، عن طريق حادثة، عن طريق مثلا شاب بيلعب في الجيم بشال حاجة تقيلة دراعه خلع، حد بيهزر مع صاحبه زقه زقة جامدة دراعه خلع. طبعا الإصابة دي بتبقى في الجنويد ليبرم اللي هو كان ظاهر قدامنا من ايوه شوية. نحب نرجعه، لو نحب لو نرجع لو شويه، قدر يجيبه نرجع قدامنا شويه نقدر بالفيديو. نوضح بيه الإصابة. نرجع طبعا شويه بالفيديو. الإصابة بتاعت الجنويد ليبرم دي لو انتيريور بيحصل خلع ناحية ايه الامام، كويس. لو بوستيريور بيحصل خلع. هما غالبا مش هيعرفوا يوصلوا لا لنا لو بسهولة. هنقدر نرجع واحده واحده بالفيديو، نرجع واحده واحده بالفيديو عشان نقدر نشرح عليه. خلينا تمام نرجع شويه بالفيديو. نرجع تاني. نرجع احنا كده تمام هنرجع لحد ما نشوف شكل الجلونيد ليبرم الاصابه. اللي خلينا هي نرجع تاني، احنا خلينا نرجع اكتر، تمام احنا معاك نرجع دقيقه لورا كمان. تمام. اصابة الجلونيد ليبرم هي اللي ممكن تؤدي الى الخلع، الخلع سواء زي ما قلنا انتيريور او بوستيريور. كويس. الامامي، الخلع الامامي لو حدث ان جالي عيان وحصل له خلع مره واحده بس. كده من اوله نقدم شويه كمان، تمام. نقدم شويه ونشوف الاصابه. احنا عايزين نشوف الشكل عشان بس انا احب المشاهد نقدر يبقى نقدر موجود في نشرح له. الصوره وعارف المشكله بتحصل فين. تمام، هنقدم كويس. شويه لحد ما نوصل لشكل الجلينويد ليبرم اللي كان ظاهر من نقدم شويه اللي هي شويه. الدايره نقدم الزرقاء شويه. الصغيره. تمام. فطبعا احنا لما بنفحص العيان او بيجي لنا يشتكي وبنوصل للتشخيص كويس كده. احنا عندنا دي كده لسه الاوتار. احنا كده بنتكلم لسه في المفصل، احنا عاوزين نقدم شويه برضو مع الفيديو نقدم هيظهر شويه قدامنا. بسيطه. شكل الاصابه بيحدد طبعا من طريقه الحركه اللي المريض اتخبط بيها او وقع بيها او كذا. شكل الاصابه بيحدد من المريض نفسه، بيقول لي انا كنت بعمل كذا ووقعت وقعه الفلانيه، فالوقعه دي احنا من خلالها ايوه بس مظبوط هنقف كده. هنا، مظبوط هنقف هنا، كده. هو دلوقتي احنا نوقف على المكان. هو ده الجلينويد ليبرم. ايوه الجلينويد ليبرم ده اللي هو الطبقه او الحواف اللي ربنا كويس خلقها كده. لنا عشان نسبب بيها المفصل. زي ما قلنا من شكل الاصابه بيبتدي المشكله تحصل في الجزء ده. كويس. لو الاصابه حصلت نتيجه خبطه مثلا من الخلف للامام، دايما الجلويد ليبرم الحواف دي بقى بيحصل الحواف لها دي ايه؟ بيحصل لها بتتكسر، بتتكسر. بتتكسر بيحصل يعني في حالة الإصابة الحواف اللي احنا شايفينها على الشاشة دي الحافة الزرقاء دي دلوقتي بتتكسر. بتتكسر، تمام ولما بتتكسر بتعمل آلام ومشاكل تمام طبعا. كتيرة جدا. رقم كويس. واحد الخلع، الخلع المريض بيجي لي يقول لي انا كتفي اتخلع، كتفة خلع. كتفي اتخلع وانا رديته او حد من اصحابي هي رديته. قريبة هو خالص كده، اهي، برافو عليك. احنا قريبة كده خالص كده، وصلنا المشاهد يقدر يشوفها. شايفين. الحواف دي لا ده كده شكلها الطبيعي، شكلها ده الطبيعي كده شكلها الاولاني. الطبيعي. بعد الاصابات بيحصل بقى الايه بيحصل الجزء اللي انا كسر شايفه، في الجزء اللي عليه الجزء العلامات، اللي تمام عليه العلامات الحمراء المدورة دي. تمام كويس لما كده. ده اول اصابه ممكن تحصل للشاب او اول مشكله ممكن تحصل له اللي هو الخلع المتكرر. كويس. الخلع المتكرر ده المفصل بيخلع وهو بيرده. لو حصل ان الخلع ده حصل مره واحده ورجع، احنا بننصح المريض نقول له هتفضل قاعد في حامل دراع، نريح دراعك يعني لمده شهر، وبندي له ادويه كويسه وبنبتدي نتابعه بعد شويه نشوف ايه الاخبار. كويس. والله الامور فضلت ثابته اتحسنت. والدنيا كويسه، خلاص بنعتبره كان امر طارئ وبنسيب الامور تمشي طبيعي خلاص. انما لو الموضوع ده اتكرر مره واثنين وثلاثه، وطبعا كل مره الموضوع ده بيحصل اسهل من اللي قبلها، يعني اول مره دي بيحصل الخلع ده بطريقه صعبه جدا وردها بيكون صعب جدا، ولكن المره اللي بعدها بيحصل بطريقه اسهل. يعني ممكن يقول لي انا بسلم على واحد صاحبي شد ايدي دراعي خلع. المره بعدها ممكن انا وانا قاعد كده في العربيه يعني ضربت فرامل بعدين حسيت كتفي خلع وانا بتحصل في رديته لنفسي. الحوادث، ولو حد مش رابط الحزام الامان في بعض الاحيان، ولو في حادثه او حاجه كبيره ممكن كتفه يتخلع كله، او حتى لو رابط الحزام ممكن كانت الخبطه كبيره تمام فبتبقى الاصابه انه كتفه تمام يتخلع في اللحظه دي. تمام ده الاصابه الاولى او الشكل الاول للاصابات في السن الصغير كويس. اللي هو ده خلع بقى الخلع. فكرني بموقف من المواقف اللي اعتقد كل متابعينا اللي بيتابعوا الكوره وبيتابعوا نجوم الكوره، نجمنا محمد صلاح تمام في احد الماتشات كان في احد اللعيبه والله ما فاكر اسمه ايه، شده بكتفه فوقع فتقريبا كتفه اتخلع. تمام
ده ايه بقى اللي حصل محمد هنا؟ صلاح كان عنده اصابه في الاي سي جوينت اللي هو المفصل اللي ما بين عظمه اللوح الكتف والترقوه. كويس. الاصابه هنا كده. لا اللي هي لفوق شويه. كويس. تمام. دي شكل من اشكال الخلع، ولكن مش اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كويس. هنوصل ليها برضو باستفاضه بعد شويه، لان الاصابه بتاعت محمد صلاح كانت في الجوينت التاني اللي هو احنا قلنا احنا عندنا مفصلين، المفصل الاول اللي ما بين لوح الكتف وما بين العضد، والمفصل الثاني ما بين لوح الكتف وما بين الترقوة.